لنادي الزمالك، شايف شيكابالا، شايف حسين ياسر، محمود فتح الله، هاني سعيد، مداولات كروية قبل تصويب الضربة الحرة، ضربة حرة مباشرة، هاني سعيد، يا سلام، وكأنها باليد يا ابني، روعة روعة المباراة. لسه بنقول يا جماعة لو هدف جه هيحل والمباراة أكتر وأكتر، ويتألق ويتجمل هاني سعيد، وعاوزين لاعب يصوبها، وبالفعل يتألق ويتجمل الخبرة الكبيرة. هاني سعيد نجم نجم نجم، مفيش كلام، الخبرة لها دور كبير يا جماعة. تصويبة بالقدم وكأنها والله هاند بول، عملها جميلة جميلة جميلة، بليسنج، ولا أروع ولا أجمل، تسكن شباك الحارس وائل خليفة. يا سلام على المباراة، روعة 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 روعة. هذه المقابلة بعد أول أو عشر دقائق أولى كانت بطيئة، بدأت المباراة تشتعل وتزداد سخونة وإثارة بالدقيقة 15، وبالفعل قمة المتعة وقمة الإثارة وقمة الروعة في هذا الحوار.